ها تبي قصص بدو جحا طيب. ما تجي لا عاد اسمع ترى الاستاذ على المواقف اللي لنا قلت سمعت سالفه شو العمى والمحرول لا يمكن تسمعها مني انا قد قلتها قلها هذا يقول لك كان في ربع عندهم واحد المحرول واحد العمى انتم خابي العرب من اول ما يجلسون في محل واحد ايه يرحلون عن الديار يرحلون عن الديار كل ما اخذوا فتره تباعوا الربيع وتباعوا ولا حياه الموضوع. ها اللي معهم الاثنين ذولي اتعبوهم انت خبر من اول الشديد مو بسيط شيء البيوت وشيء العالم والاثنين ذولي افحموهم المحرول اسلم ولا يوم جاء مرة من المرات قالوا ما به الا اي وعمى سلم قالوا ما به الا شو تقبل نخليهم في محلهم بقر ها سمعت يا ولد كسر شدوا طال عمرك وخلوهم اصبحوا شدوا وخلوا العمى وخلوا المحرول في محلهم وراح شاف قام ذا عينه ولا ربعهم ما موجودين المحرول يعلم العمى يا ذا ناس راحت وخلتهم شو السواه قال السواه طال عمرك شلني وانا بدل لك الدرب يقوم العمى ويشيل المحرول على كتفه ويمشي وهذا يشوف يتعين ويمشون طال عمرك لين جو تحت ذيك الشجره يجلسون قام انت يا المحرول ما لا عيشه ولا شيء شاف الطويل على الشجرة قال ارفعني عصاه معه يرفع عليه طال عمرك قال هو يخم الطير بعصا لا مبقى ياخذه يذكيه انت فريشه ويشوي يا معاي الطير ما يسد الجو ما يسد هم اثنين هذا اللي جبه عمر يا معاي الداب يمشي جنبه وياخذ العصا ويهبده يا شباب طال عمرك وهو يشوي الداب عشان وش بيعطي الداب العمى بيخليه ياكل ما يدري وش هو بياكل ذي الحاله يوم انه خلاص نجح عشاه مو يعطي يقطع الداب وهو يعطيها العمى بيشاركني ياكل منه شاركني بريالين انا ماني ويعطي الداب يعطي الداب للعمى وياكله وهو ياكل بس هو ياكل الطير والله ما ادري هو ياكل الطير يوم خلص العمى طال عمرك الداب مليان دهن دسم يقولون اي ويومنا خلاص طال عمرك يمسح بيده ويمسح على وجهه الرجال مفتح عاين عايش رفيته جنبي يا فلان انا شفت انا فتحت ترى تعين يوم عاين لا ذا جالس وياكل الطير الحال وعاين قدامه يا ولد لا له ماكن الدب انت شو معطيني لا درى انه معطيها الدب تغشني انا اوريك هو يخمه ويحذف الضوء تكفى يا فلان تكفى قضى عاد فيه تكفى بيحذفه بيروح يخليه ويحذف الضوء يوم يحذف الضوء لا تعقر رجليه جت على يروح يعد ثوبه ويشتم يتمرغ لين طفه وجلا ويمشي ذا مفتح وذا يمشي هم معودون عاد ربعهم طال عمرك لهم محولين عليهم جاي لك يمشوا لا ثوبه مقطع محترق يمشي الثاني مفتح العيون هذه على قولة أبو فيصل هذه حجايل